بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور خالد بلاسي لنتابع معه رحلة تدبر سورة سيدنا يوسف عليه السلام والكلمات الفريدة التي جاءت فيها. لماذا انفردت سورة يوسف بكلمات محددة لم تذكر إلا في سورة يوسف، وهناك كلمات لم تذكر كجذور لغوية إلا في سورة سيدنا يوسف عليه السلام؟ هناك حكمة عظيمة تشهد على إعجاز القرآن أولا وبلاغة القرآن، وأنه يستحيل لبشر أن يأتي بمثله، لأن الكلمات التي سنكتشفها الآن في سورة يوسف وهي كلمات فريدة، هذه الكلمات أيها الأحبة لم تذكر في أي سورة أخرى، ولها دلالات خاصة بسورة يوسف عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور خالد، تفضل، عليكم معك السلام الكلام ورحمة كله الله معك، تفضل. وبركاته. ومعنا هنا أنا سأبدأ، يعني أنت تتكلم ومشاهد الكريم ينظر إلى البرنامج، لنخرج هذه الكلمات ونفهم لماذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات بالذات في سورة يوسف بالذات أيضا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على من أنزل عليه القرآن تكرمة وتجلة له، صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وسلم. وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. وبعد، فمشاهدي الكرام، كنا من حوالي أسبوع تقريبا نعايش حلقة مباركة أطلق عليها بحول الله تعالى وتوفيقه فرائد يوسف، سهرة قرآنية في فرائد يوسف، على حذف المضاف نعم والتقدير في فرائد سورة يوسف عليه السلام. نعم واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل، لأننا عشنا مع بعض مفردات فقط. اليوم نستكمل حديثنا إن شاء الله حول هذه الفرائد التي اختصت بها سورة يوسف من بين سور القرآن الكريم. وبداية، لعل بعضكم لم يشاهد الحلقة الماضية، فيجب علي أن أعطي خلاصة دقيقة كمفتاح لحلقة الليلة إن شاء الله. الفرائد جمع ومفرده فريدة، فهي مفردات فريدة. سعادة المهندس المبارك سيخرجها بارك لكم على الله فيك. الشاشة إن شاء الله من خلال المعجم الإحصائي هذا المبارك القرآني المنير هذا في جذور معينة، حتى أقرب المسألة أكثر وأكثر وأكثر. أذكر لكم أنه كما اختصت كل سورة ببصمة، والذين كانوا معنا في الجزء الأول من حديثنا حول فرائد سورة يوسف يتذكر كلمة بصمة التي أجراها الله على لسان سعادة المهندس. كل سورة لها بصمة معينة، وهذا لا يتأتى إلا لخالق هذا الكون نعم جل في علاه، سبحانه وتعالى. كما صنعها الأجهزة البشرية المتعددة التي تعد بالمليارات من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة، وجعل لكل جهاز بشري بصمات متعددة، سواء في بنانه، سواء في عينيه، سواء في غير هذين الأمرين. كذلك كلامه جل في علاه يتسم ببصمات معينة، هذه البصمات من وجهة نظر العبد الفقير لله هي مفتاح فهم السور القرآنية. نعم، يعني
لو ذهبنا وتكرم سعادة المهندس وما زلت أعطي أرضية مدخلا مقدمة، لو ذهب إلى سورة الفلق مثلا، أصل بعضكم هيقولوا يا الله يوسف كبيرة وطويلة وده أكتر من 10 صفحات في المصحف، البرنامج أحصل جذور، نعم، وفي المعجم المفهرس تروح تلقى الجذور، نعم، لكن هقول لسعادة المهندس تفضل علينا يا سعادة المهندس وهات لنا سورة الفلق مثلا، قل أعوذ برب الفلق عشان نشوف الجذر اللغوي، لأن الجذور اللغوية الفريدة فرائد سورة الفلق مثلا أو فرائد سورة الناس مثلا، لأن هكذا يا إخواننا ونحن في 1443 ثم التقنيات العالية جدا. نعم. الفرائد سيدي دكتور، كلمة وقب سأستخدم هذا هنا أحبتي في الله، هذه جذور خاصة بسورة الفلق، لم تذكر إلا في سورة الفلق، هناك جذران وقب ونفث لم يذكر إلا في سورة الفلق، يعني مع العلم أن كلمة نفث لها جذور كثيرة. أوه. ينفث نعم، لو تحضرها سعادتك على الـ على الـ على الشاشة أيضا. نعم. للسادة المشاهدين، أنا قلت المرة الفائتة يا سعادة المشاهدين. نعم. جميعا. نعم. إن في أشياء من حيث المادة لم ترد إلا في هذه السورة بالضبط، مثل وقب من حيث المادة الجذر اللغوي، الجذر اللغوي الواو والقاف الباء باختصاص لهذه السورة. وفيه من حيث الهيئة، يعني وردت المادة في سور أخرى ولكن من حيث هيئتها، من حيث الصياغة، من حيث الصرف، من يعني نعم الشكل. أنا دعني أوضح للأحبة لأنه تفضل سعادة المهندس تبسط. نعم، كجذر لغوي في سورة الفلق على الرغم من أنها سطر أو سطر ونصف قصيرة جدا، فيها جذران لغويان لم يذكر إلا في سورة الفلق. الآن الكلمات الفريدة ذات الهيئة وليس الجذر اللغوي، أنا أستطيع هنا أن أبحث في المصحف الشريف بالإحصاء العادي ثم أطلب أن يخرج لي هذه الكلمات. أنا لدي كلمة الفلق وغاسق وقب النفاثات العقد حاسد وحسد، وإذا استخدمنا الرسم الأول أحبتي في الله لكي يكون الإحصاء يعني أدق، كلمة الفلق لم تذكر إلا في سورة الفلق، أنا لدي 7 كلمات، غاسق هنا أحبتي في الله انتبه هنا، غاسق وقب النفاثات العقد حاسد حسد، 7 كلمات لم تذكر إلا في سورة الفلق ككلمة كهيئة، ولكن العقد من عقد وردت العقود وردت مثلا أوفوا بالعقود في المائدة، كلمة العقد كلمة حاسد وحسد وردت كجذر لغوي مشتقة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أما ككلمة 7 كلمات كهيئة الكلمة، أما الجذر اللغوي انظروا أحبتي في الله، الجذر اللغوي هنا إحصاء الجذور، لدي جذران لغويان هنا وقب ونفث لم يذكر إلا في سورة الفلق. الآن لو أخذنا كل سور القرآن سوف نجد هذه القاعدة تتكرر مع الكلمات الفريدة، أما الجذور معظم السور فيها جذور لم تذكر إلا في هذه السورة. بالنسبة لسورة سيدنا يوسف عليه السلام، أنا عندما أضع رقم السورة وأطلب أن يعطيني الجذور الفريدة، انظروا أحبتي في الله، كلمة طرحة لم تذكر إلا في سورة يوسف، أنا لدي 22 نوع من الجذور خاصة في سورة يوسف لم تذكر في القرآن كله، جبب رتع ذأب، نحن طبعا في اللقاء السابق رأينا هذه الكلمات طبعا كلها، وقفنا عند غلقت تقريبا وغلقت الأبواب. نعم، وغلقت الأبواب، إذن وردت في القرآن كلمة غلق مرة واحدة
وغلقت الأبواب هذه. الآن سننتقل إلى كلمة شغفة. نعم. كلمة شغفة. نعم. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ولماذا وضعت في سورة سيدنا يوسف؟ وما هي الدلالة؟ ومع العلم أن شغاف القلب، نعم، وشغف شغفها حبا يمكن أن ترد في سور كثيرة. لماذا، نعم، هذه السورة بالذات؟ نعم. أقول وبالله التوفيق سعادة المهندس وسعادة المشاهدين جميعا، نعم، رأيتم كيف إن كل سورة لها كما أقول بصمات معينة، نعم، ولها مفاتيح في فهمها. آه. وإحنا كنا من دقائق بنعيش مع كأنموذج يسير جدا بنعيش مع سورة الفلق. نعم. عشان نقول إن اللي عايز يفهم سورة الفلق مدخله لسورة الفلق يشوف وقبة ويشوف نفسة، يرجع يشوف وقبة في الدلالات اللغوية ويشوف نافسة في الدلالات اللغوية ويحيط بهما علما، ثم ينطلق ويقرأ السورة الجو كله حقيقي، لأن دي مفتاح فهم السورة. نعم. كذلك مع معنا من يوسف. يوسف الشين والغين والفاء لم ترد في القرآن الكريم كله. نعم. إلا نعم. في يوسف. نعم. مع ان الموضوع شغفها حبا، طب ما كانت تروح في الاحزاب ومع ازواج سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي قل لازواجك، ما هو بيحب ازواجه، ما كانت تروح في التحريم عسى ربه ان يبدله، طيب برضه تروح، ما هو بيحب ازواجه برضه، ايش معنى في موضوعات كثيره في القران، ايش معنى اختصت؟ ده مفتاح من مفاتيح سورة يوسف علشان يرسم لنا القرآن الكريم. نعم. ويدينا ملامح سورة يوسف. آه. الأبعاد الدلالية اللي بيدور حواليها سورة يوسف. نعم. نعم. إن المرأة مرات العزيز صورة أنموذجا للأنثى عندما تتجرد من السلطة، عندما تتجرد من الهيمنة، عندما تتجرد مما تملكه من مجرد عبد، بمعنى يرسم صورة لأنثى مجردة، مجرد أنثى، حين تتملك منها الغريزة، وحين ترى شابا وسيما بيتربى في بيتها منذ الطفولة ويكبر شيئا فشيئا فشيئا، علشان يدينا أنموذج ويدينا قاعدة ويدينا توجيه إياكم من موضوع الاختلاط بين الرجل والمرأة في غير وجود محارم. ده مفسدة عظيمة. ليه؟ لكما قلت المرة السابقة، القرآن الكريم بيرسم نماذج للمرأة ويرسم نماذج للرجال، لأن القرآن مش مقصور على حقبة نزوله، إبان نزوله على المصطفى وهو بين صحابته صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن الكريم علاج بلغة الطب ممتد المفعول، علاج ممتد المفعول، لا أقول يصلح صحيح. لكل زمان صحيح. ومكان، بل يصلح كل زمان ومكان. فمما تومئ إليه سورة يوسف، مما تشير إليه سورة يوسف، مما ترمز إليه سورة يوسف، مما تؤسس له سورة يوسف، إياكم والاختلاط في غير وجود المحارم. ده حتى الحج والعمرة وما أدراك يقول لا ده معاها محرم. فلما شب يوسف وهو طفل، ثم اليفاعة، ثم بدايات الشباب، ثم القرآن بيجي ويقول لا، انسى انها مرات العزيز، وانسى انها المسيطرة، وانسى انها المهيمنة والآمرة والناهية، لا انا بأعطيك انموذجا للأنثى المجرد، ها هي ذي قد فتنت بالجمال، فإياكم يا من وصلكم القرآن أن تسمحوا بموضوع الاختلاط هذا، لأنه هيورث مشاكل كبيرة جدا. ثم القرآن بيتخير مفردة
الشين والغين والفاء شغافها. ليه؟ لأن الشغاف دي الجلدة اللي فوق القلب، الجلدة المحيطة بالقلب. فبيقول إن الحب بتاعه شغافها حب تغلغل. نعم ساكنا أصبحت لا ترى إلا يوسف. وهذا كلام نراه منذ نزل القرآن وإلى قيام الساعة. أيما امرأة فتنت برجل خلاص سيطر عليها، تملك منها، أصبحت لا ترى في الدنيا إلا هو. فليحذر من يصله القرآن الكريم وجميع الفضائح والعياذ بالله التي احنا في 1443 وما قبل ذلك بقليل بعد ظهور الانترنت وما بعد ذلك والله أعلم ماذا سيجد، إنما تحدث من خلوة رجل بامرأة، رجل أجنبي، أجنبي يخلو يخالط يعايش، هي الغريزة عندها إلى 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 آخره، تحدث الكوارث. فالقرآن الكريم لا يقص علينا القصة لمجرد أنه بيسردها نتسلى بها نقضي بها وقتا كما يكتب القصاصون الروائيون، بيكتب مسرحية بيكتب تمثيلية، لا 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 لا، القرآن من خلال مفرداته وتخيرها، تخير الجذر اللغوي، الجذر المادة اللغوية الشين والغاء والفاء. طب عندنا في العربية مالة، عندنا في العربية أحبة، عندنا في العربية يهوى، عندنا في العربية يعشق، عندنا في العربية يألف، عندنا في العربية يهيم. لكن ليه ليه شغافة؟ عشان التمكن، التمكن شغاف القلب، الجلد الرقيقة هذه تمكن من قلبها، هذا الحب تمكن من قلبها فأصبحت لا ترى إلا هو. فالقرآن بيقول احذروا يا سيدنا برضو، وللجن أيضا لأن الجن يحبون أيضا ويتناسلون إلى آخره. فبيقول احذروا، احذروا من إن يكون شاب ويكون امرأة، أي امرأة هو السن أيضا. امرأة العزيز لا شك كانت تكبر يوسف. هذه الآية معنا هنا لكي يطلع عليها الأحبة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. نعم. إذن حتى في زمن الكفر والإلحاد والمجون، نعم، كانوا يعرفون أن هذا الأمر هو ضلال. نعم. يعرفون الحق من الباطل ومما لا يليق. نعم. يا سعادة المهندس. نعم. نعم. ليه؟ نعم. النسوة وفي المدينة، خلي بالكم الكلام زي كنت لسه بقول فضائح. نعم. قل أنا أسأل الله العفو والعافية، الإنترنت وما أدراك لا تخفى. نعم. فيه خافية. نعم. نسوة في المدينة بيقولوا امرأة العزيز، يعني كونها امرأة العزيز مما يرتفع بها عن أن تتردى في هذه الجريمة، لأنها كون امرأة العزيز وامرأة أكبر راس في البلد لا يجب أن تترفع، لكن كونها تسقط في هذا المنحدر، امرأة العزيز تعمل كده؟ امرأة العزيز مش قالوا زليقة، مش قالوا فلانة، لا لا لا، امرأة العزيز يصدر منها هذا، ده مانع أدبي قوي، يجب عليها أن تترفع. امرأة الشيخ بتعمل كده؟ امرأة العالم بتعمل كده؟ امرأة العزيز. ثم تراود فتاها، فتاها يعني العبد بتاعها اللي شغال عندها، هي دي فقدت عقلها خلاص، ما عادش في مخ يا سيادنا. طب تبص يعني لوزير، تبص الى الى، لكن ما لقيتش غير فتاها عن نفسه. وبعدين يجيبوا المرض الذي اصابها، قد شغفها حبا، ده مش ممكن، دين هبلت بالعامية المصري، دين هبلت، قد شغفها حبا. ولذلك استنتجوا إن لا نراها، لا نعدها
لأن الرؤية هنا رؤية قلبية، إن لا نجعلها منغمسة في الضلال، التعبير القرآني الضلال كوب وهي داخل الضلال، إن لا نراها في ضلال مبين ظاهر واضح جدا. إذن القرآن ما بينفردش بمفردات فرائد يوسف التي معنا الآن، الحلقة رقم 2، الجزء رقم 2، السهرة القرآنية المباركة هذه، بيدينا مفاتيح علشان نحذر ونعرف الإطار العام للسورة. السورة دي بتعمل لنا إيه؟ بتعمل لنا في الأول الحسد، بتعمل لنا الحقد، بتعمل في رؤية في البداية، بتعمل أثر الاختلاط والضار على المجتمع، بترسم لنا صورا واحنا ماشيين. مفاتيح السورة فين؟ الجذور اللغوية الفريدة التي تفردت بها السورة، لدي بصمات كل سورة في القرآن. فيجب إنكم تقتنوا هذا البرنامج بفضل الله، وهو وقف لله تبارك وتعالى، لا عايز يقتني عنده، ونشرف بهذا بفضل الله تبارك وتعالى، اللي بها لما تحب كده تاخذ مفاتيح السورة تبدأ تعرف أسرار القرآن بفضل الله. وخلي بالكم اللي احنا بنتكلموا فيه ده قطرة من محيط. 1432 1532 ستكون هناك فتوحات أخرى سيفتح الله بها على من يتحدث، لأن القرآن معطاء في كل زمان ومكان، بيعطي 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 حسب. احنا عارفين 1532 هيبقى فيه ايه ساعتها مما سخره الله من العلم للبشرية وللجن. نعم. معنا نعم نعم ما نعرفش. نعم. قاد شغفها. نعم نعم, نعم. سعادة المهندس، الجذر اللي بعده، الكلمة التي بعدها، قلنا حاش لله، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله. حاش لله، هذه الكلمة أو المفردة لم تذكر إلا في سورة سيدنا يوسف، وأظن مرتين، أظن أنها ذكرت تكررت ثلاث مرات. المرة الأولى حاش لله، والمرة الثانية قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. إذن مرتين فقط، ليس ثلاث، مرتين، ونفس اللفظ. نعم. حاش لله، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ما معنى هذه العبارة؟ نعم. أو الكلمة يعني، ولماذا اختصت بها سورة يوسف عليه السلام؟ نعم، بيرسم القرآن الكريم أيضا، دي من مفاتيح فهم السورة يا أخوانا. أنا تعمدت في بداية الجلسة المباركة أن أستحضر الفلق، لأنها سطرين، عشان تشوف وقب وتشوف نفسها، لأن ده مفتاح فهم السورة. كذلك المفاتيح اللي معانا، الجذور التي اختصت بها سورة يوسف. نعم. من بين سور. نعم. القرآن. نعم. بترسم لنا أنموذجا لقمة الطهارة وقمة العفاف وقمة النزاهة، دي في كفة، ثم قمة إعجاز خلق الله ليوسف في كفة. لأن مرة جت حاشا لله، يعني يستحيل على غير الله أن يخلق مثل هذه الصورة، فلما رأينه أكبرنه. أكبرنه بمعنى إيه؟ بمعنى أعظمنه، يعني ما كانوش يتخيلوا إنه الصورة ديت، لأنه كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الحسن، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه، أعظمنه. نعم. اندهشنا، بدليل إن الواحد لما يندهش جهازه العصبي بيتعطل، لأنه والعياذ بالله خلاص هو الآن إما في فرحة شديدة جدا، وإما في مصيبة والعياذ بالله كبيرة جدا، جهازه العصبي خلاص يصاب بالشلل. يعني لو جاله خبر والعياذ بالله وهو يكتب مثلا، يسقط القلم من بين أصابعه دون أن يشعر،
جهاز العصب يختل. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن، خلاص مع الجهاز العصبي مش السكاكين بالعامية المصرية بقت تخرم في ديهم. نعم. نعم. هم مش حاسين، لأن مش ممكن. قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، مستحيل يكون بشر، إن هذا إلا ملك كريم. نعم. يعني لا تصدر هذه الصنعة إلا من إله، لأنهن لم يرين. وهم كانوا إيه في الثلاثينات من العمر مثلا، في الأربعينات من العمر. هي زليخة كانت كام تقريبا بينها وبين يوسف؟ كم سنة؟ 20 سنة تقريبا. طيب يوسف كان في العشرينيات، يعني هم كانوا في الأربعينيات. قطعن أيديهن، ما شافوش واحدة في الأربعينيات من العمر ولم تشاهد. أكبرنه، خلي بالك إن أكبرناه ده مفتاح أيضا بيمهد لك. وقطعن أيديهن مفتاح ثانٍ، وقلنا لأن القرآن بيعطف بيعطف ده ورا ده ورا ده، لأن هي سلسلة. أكبرنه وبعدين ترتب عليها قطعن أيديهن، ترتب عليها وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة، ترتب عليها إن هذا إلا ملك كريم. فكون القرآن يجي يديني مفتاح ليوسف في السورة، خلي بالك العنوان اللي أمامك فرائد يوسف، فرائد سورة يوسف، يعني المفردات الفريدة لدي مفاتيح. لما يجي لك خطاب من أبيك، أبحث عن كلمة لم تتكرر، أو كلمة ذات وقع شديد، أو كلمة غريبة، ده مفتاح الخطاب، لأن ده عصارة ما في قلب أبيك يبثه في الخطاب لك. تروح لي باصص إياك إياك، ولا ده أبويا بيحذرني إني سألقى ربي قريبا. إيه الكلام الغريب اللي بيقول أبويا في الجواب دوت؟ اهتم بإخوتك الفتيات. لا 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 لا، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ دي مفردات في الخطاب بيفرغ فيها عصارة ما في قلبه وعصارة ما في عقله. ولله المثل الأعلى، سور القرآن لها مفاتيح عشان تفهم منها هذا المفتاح. المفتاح ده بيديني عنصرين. العنصر الأول، يستحيل أن يوجد في الكون، حاشا لله، يستحيل أن يوجد في الكون من على هذه الشاكلة المرئية المصورة إلا أن يكون ممن أحسن كل شيء خلقه. مش ممكن. سبحان الله. ده أول شيء. نمرة اثنين، تقرير نزهته، تقرير نزهته وتقرير عفته. ليه؟ لأن كونه بهذا المستوى من الجمال، أيوة، المرأة افتتنت به، أيوة، ثم أغوته، أيوة، ثم استطاع أنه بالعامية المصرية يملص. لا، إذن النتيجة أن ده شريف جدا جدا جدا، ونزيه جدا جدا جدا، وعفيف جدا جدا. وهم لما القرآن جاب ملك يجمع الأمرين، يجمع الجمال الحسي، لأن الملك ده إذا كان عندنا بنقول ده ملاك طاهر وسبحان من خلق وسبحان من جمل، إيه الجمال ده؟ ملك. ويجمع الجمال الباطني الروحي. فالنساء من خلال المفردة الفريدة حاشا لله، دول كنا ينظرنا، والقرآن بيعبر عنهن يا أيها المشاهدون الكرام، بيعبر عنهن عشان يجمع الملحظين. وده طبعا مما لا يتأتى لبشر. مفيش بشر، لأن سيدنا مش معاه كمبيوتر عشان يجي يقول والله حط لي شغفها دي في يوسف بس، وحط لي حاشا لله دي في يوسف بس، وحط لي غلقة الأبواب دي في يوسف بس. مفيش. وبعدين ده 23 سنة أنا أكتب كتاب في 23 سنة، وأبا أوزع مفرداته بهذه الصورة المعجزة؟ يستحيل. هو أنا عارف أنا افطرت النهاردة؟ أنا ما فيش فاكر. اتغديت يا أنا ما فيش فاكر. طب الأسبوع اللي فات؟ لا أدري. طب السنة اللي عدت؟ ما عرفش. طب من 10 سنين؟ دول 23 سنة. ويجيب القرآن يقول مش بتاعي، مش بتاعي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون. ويجوا بعد كده يقولوا ده القرآن ده من تأليف محمد، ما
محمد يعرف يعمل كده، محمد يعرف ينتقي جذورا لغوية بعينها يجعلها مفاتيح للسور. وطبعا الكلام اللي بقوله هذا أنا أعتقد إنه بفضل الله تبارك وتعالى لم يمر من قبل ولم يذكر من قبل. دي من فتوحات القرن الخمستاشر الهجري، وزي ما قلت لكم في القرن الستاشر الهجري أيضا ستجدون فتوحات إن شاء الله تبارك وتعالى الأجيال التي ستأتي وفي القرن الذي بعده. فالقرآن معطاء في كل وقت، بيعطي نعم أي نعم أي نعم. إحنا اهتدينا لمثل هذه الأمور بناء على قراءات متعددة ودراسات سابقة ونتائج سالفة ونظرات ثاقبة لعلماء سابقين و لكن بتتبلور نظري، تتبلور نظرية الفرائض. يعني هذا رد على من يدعي أولا أن القرآن كتبه إنسان. يستحيل. رد آخر على من يدعي أنه محرف. يعني شوف كيف دكتور خالد، الكلمة التالية أريد أن أنتقل لكي يعني يكون معنا الأحبة. نعم. الكلمة التالية هي أصبو. الفعل صبوة أحبتي في الله، انتبهوا، الفعل صبوة لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن فقط في سورة يوسف. مع العلم أنه من الممكن أن يذكر في كثير من السور، ولكن لماذا سورة يوسف بالذات؟ نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلاحظ أنه كلمة شغف وصبوة نفس يتناغمان ويصوران الموقف ذاته. نعم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن كمية الشغف التي كانت عند هذه المرأة تكفي أن تذكر هذه الكلمة مرة واحدة يختصها بسورة يوسف وبهذه المرأة، ليقول لك إنها كانت شغوفة جدا، وأن سيدنا يوسف عندما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، إنما ذكرت هذه الكلمة لتعبر عن إنسان كان من الممكن أن يصبو للنساء، فدعا ربه واستجاب له الله. كذلك أيها الشباب، عندما يتعرض أحدكم لموقف مثل هذا الموقف يجب أن يكون لديه رد الفعل هذا، ليكون كما قال يوسف عليه السلام في آخر السورة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أصبوا إليهن. مع العلم أن هناك كلمات كثيرة في القرآن ممكن أن يعني أو آيات كثيرة يمكن أن تدخل فيها هذه الكلمة. موضوعات لماذا هنا يعني؟ نعم. ما هي؟ نعم موضوعات عديدة أيها المشاهدون الكرام. كان ممكن لو كان الكاتب باشرا كما يزعم أقول الجهلة وفقط، لأن الناس أعداء ما جهلوا، الناس نعم. أعداء نعم. ما جهلوا. صحيح. سيدي يوسف عليه السلام وعلى الأنبياء جميعا السلام يقول أصب إليهن، جبها بعد إيه؟ بعد وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. جيد، عايزين احنا بعاد عن العربية. أصب الصاد والباء والواو، لأن الفعل ده معتل الآخر صاد ب واو. طيب بيدور حوالين ايه المفردة دي؟ بتدور حول الميل. كون القرآن مع ان المفردات التي تؤدي مثل هذا المعنى كثيرة جدا في العربية، العربية غزيرة، مفرداتها غزيرة جدا جدا، اكبر لغة تحتوي على جذور لغوية العربية، ولذلك نزل القرآن بها. اشمعنى القرآن ما كان يقول أمل إليهن، طيب أنجذب إليهن، أنعطف إليهن، أذهب إليهن، أنسق إليهن، من الانسياق يعني. لكن اشمعنى أصبو دي ليه؟ لأن الصبوة دي
فيها من جواها معنى الفتوة. يقولوا النخلة الصبا، أيوة الصبا. نعم. يقولوا النخلة صبت، النخلة الأنثى، لأن النخل في أنثى وفي ذكر. يقولوا صبت النخلة، يعني مالت إلى الذكر عشان تاخد التلقيح منه. يا سلام، ودول عرب وعايشين في الجزيرة، والجزيرة كلها نخل، وعارفين صبت النخلة. طيب الصبي، الصبي ده علشان تقعده؟ لا، الصبي ده ما هو من نفس المادة برضو. الصبي، الصبي يقعد يقول ايه؟ لا انا بدي اطلع معك يمين، انا بدي امشي الناحية دي، انا بدي اتعرف على الامور دي. دايما في طبعه الميل، الميل هو الميل الغرزي. خلي بالك معايا وتخلي بالك انت الاخرى معايا، الميل الغرزي. غرزي يعني الغريز الفطري العفوي، ده اللي بتأدي هذه المفردة، لكن غير كده ما يأديش، لأن سيدي الكلمة دي بتدل على أنه في قمة الفحولة والرجولة والفتوة والكمال البشري الجسدي. لأن الكلام ده، الكلام المعايير اللي أنا ذكرتها دي، لو مفتقد عنده ما كانش يقول أصب. لا، ده دي تؤكد ان يوسف عليه السلام كان يمكن ان يأتي هذا المنكر، ولكنه كما ذكر القرآن على لسان المرأة فاستعصم، فاستعصم، كان يمكن ان يأتي، ولكنه غالب نفسه وأد هذا الخاطر لحظة ميلاده. قالوا الهب في لحظة ميلادي وأده، وأده دي جت لأن هو عنده الصبوة موجودة، الفتوة موجودة، القوة موجودة، الفحولة موجودة، الرجولة موجودة على أتم ما يكون. وإلا ما كانش يبقى ده الله لا يصطفي إلا الكمل، الكمل عقلان، الكمل جسدان، الكمل فكران. وذلك بأربعين سنة بلغ أشده واستوى، لازم. فما يأديش المعاني اللي أنا ذكرتها دي كلها إلا أصب إليهن لما في هذا الفعل من معاني الفتوة والقوة الفحولة الرجولة. ثم في الجانب الآخر الميل الفطري، زي ما قلت الطفل، وزي ما قلت النخلة، نخلة بتميل كده عشان تاخد اللقاح. صبت النخلة إذا مالت إلى الذكر عشان تاخد منه اللقاح، ومنه الطفل عفوي غرزي فطري اندفاعي من غير تفكير. فيوسف بيقول لا 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 لا، احفظني يا رب، أنت اللي تحفظني بقى، وإلا تصرف عني كيدهن. لأن النساء في المجلس تغامزن بأعينهن، لازم تعرفوا الكلام ده. ولغة العيون أخطر من لغة اللسان. نعم، والنساء لهن في لغة العيون فنون. يا سلام، احفظ وراي الكلام ده، النساء لهن في لغة العيون فنون. فنون، نعم. ودول قاعدين، ودول ايه ده؟ دولت نساء، ده رايحين لمرات العزيز، هيكون شكلهم ايه دول؟ ده دول نساء وزراء. تغامزنا، ايوة، العيون اشتغلت. يوسف ادرك، يوسف ادرك، نعم. ولذلك وإلا استغاث بربه، وإلا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن، أصب إليهن، لأن أنا عندي الفحولة والرجولة كامنة من جانب، ثم الدلالة اللغوية، ثم قصب عني يا رب، لأن دي عاملة دي صبوة، دي فتوة، دي عاملة زي طفل صغير مش هقدر أتحكم في نفسي. وإلا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. خلي بالك ما قالش فصرفهن عنه، لا، ده مسك الكيد بتاعهم ده ورماه.
فصرف عنه كيدهن. فصرف عنه، هو سليم ومحترم كده تماما، وصرف عنه الكيد بتاعهم. فرق شاسع بين تقول صرف عنه كيدهن، صرف عنه كيدهن، وبين ان تقول صرف الكيد عنه. لا، ده هو خده في حضنه فصرف عنه كيدهن، انه هو السميع العليم. نعم، خلاص يا اسيادنا، خدنا كم مفرده الليله يا اسيادنا؟ خدنا كم مفرده؟ خدنا شغافة أربعة. وايه تاني يا سعاده المهندس؟ شغفه وحوشة وصبوه. خدنا ثلاث مفردات. ممتاز. وخلي بالكم يا اسيادنا، المفاتيح كما ذكر المهندس واجر الله على لسانه، المفاتيح متناغمه. نعم. المفاتيح، الجذور دي متناغمه من واد واحد، الجذور متناغمه. وهيجي في مستقبل الزمان اشياء تثبت تناغم هذه الجذور. لكن انا طويلب العلم، طويلب العلم في البلاغه القرانيه والاعجاز القراني، وشبنه، لا، وما زلنا نحبو، لان القران يستحيل انه هيديني كل حاجه. كان ادى بتاع القرن الاول الهجري كل حاجه، وادى بتاع القرن الثاني كل حاجه، وادى بتاع الثالث والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. لا لا لا، ده القران ده يدي كل شويه عطاء من عطاءاته ليظل متجدد العطاء. لكن لو خلص مره واحده يقول لك وفين يا عم، ما اعجازه انتهى. لا، ولذلك القران يظل يتفجر بهذه العطاءات. طب وما علينا نحن المسلمين من الانس والجن؟ نحن نخاطب الجن ايضا، والجن يشاهدنا الان. الا ان نشوف كده الجذور اللغويه، نشوف كيف هي متالفه، كيف هي من باب واحد، لماذا وضعت، ماذا تؤدي من اغراض، ما فائدتها الى اخره. نعم، هذا ما يجمعنا الله سبحانه وتعالى في كل اسبوع تقريبا لنجليه للاخوه المشاهدين من الانس والجن. نعم سعادة المهندس. يا سيدي بارك الله بكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم دائما، وان شاء الله الكلمات مستمره والحلقات مستمره احبتي في الله. انما اليوم اتصور اننا اخذنا جرعه بلاغيه كافيه لكي يعني نتذوق حلاوه القران وعظمه هذه الكلمات، وان كل كلمه لو أردنا أن نتحدث عنها سنحتاج إلى حلقات وحلقات. الكلمة الواحدة حقيقة لو أردت أن تحيط بكل جوانبها. أضيف كلمة سعادة المهندس. نعم تفضل تفضل. وأسيادنا قال، نعم، لو فليت المعجم، نعم، احفظوا عني، لو فليت المعجم، يعني مسكت المعجم العربي علشان تجيب كلمة تحطها مكان أصبو، لما استقام المعنى. لابد تنحط كلمة أصبو دي بالضبط، بناء، ولازم دي اللبنة تنحط في هذا المكان. ما شاء الله. زي ما العين هنا والأنف هنا واللسان هنا، لا يستقيم وضع هذه الأشياء إلا في أماكنها. كذلك هذه اللبنة أصبو ما تنفعش تنحط إلا في يوسف وفي المكان ده بالذات. نعم سعادة المهندس. بارك الله بكم وجزاكم عنا كل خير. بورك فيكم. إن شاء الله في لقاءات قادمة نستكمل هذا الحوار. أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وكل الشكر لأخي وصديقي بورك فيكم وأستاذنا الدكتور خالد بلاسي، أستاذ البلاغة في جامعة الأزهر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم سعادة المهندس. يا أهلا وسهلا ومرحبا.